هاي أندري فان دام هو أول مين صاغ مصطلح كتاب إلكتروني من سنة 1967، بينما بيعتقد البعض أنه الاختراع بيرجع لمايكل هارت يلي أطلق سنة 1971 مشروع جوتنبرغ لتحويل كتب التراث للشكل الإلكتروني. ميزة الكتاب الإلكتروني كتيرة، منها سهولة نقله وتحميله على أجهزة متنوعة، سهولة الوصول لمحتوياته باستخدام الكمبيوتر، توفير المكان من خلال تخزين آلاف الكتب على جهاز واحد، عدا عن أنه صديق للبيئة. من إيجابياته كمان إمكانية ربطه بالمراجع العلمية المأخوذة منها المعلومات من خلال الضغط على المرجع الأصلي، بالإضافة لإمكانية إتاحة المعلومات السمعية لفاقدي البصر. مين قال أنه من أهم إيجابيات الكتاب الإلكتروني أنه بيقدر يتخطى الحواجز القارية والسياسية وغيرها من التعقيدات؟ أنا قال بشوفكم بكرة.